في مشكلة. واحد بيقول انا عندي مشكلة ان جسمي تخين شوية، تمام، فبيقول ان مشكلته ان هو مكسوف او محرج ان هو يتقدم ويرتبط بواحدة للزواج يعني. طيب فاحنا بنرد عليه ونقول له يعني حدوتة مش كده يعني، عادي. اول حاجة كل فولة وليها كيال، يعني ممكن تاخد واحدة زيك تتفهم، تتفهموا الموقف، انتوا الاتنين هتكونوا اساسا تخان. والاحلى من كده بقى يا عم، ايه رأيك يعني ممكن نعمل دايت ونلعب رياضة ونجري ونروح الجيم ونخس ونظبط نفسنا وناكل اكل صحي، ده احلى بكتير لصحتك ولشكلك ولثقتك في نفسك. وانا عارف انه صعب، مش سهل خالص كمان، تمام، لكن بالإرادة ممكن نعمل كل اللي احنا عايزينه.